لو الحكاية فيها إن فيتو جاية للنهاردة على الصدق عشان تطور جاية للنهاردة علي صوتك علي صوتك جاية أشجع الدستور أشجع السيسي وأشجع جيش مصر وأشجع الشرطة ونحمي بلدنا ونحمي بلدنا من اللي احنا فيه لا بقى الشعب بتعيطي ليه؟ بعيط لو برجليا ما كنتش قعدت في بيتي كنت وقفت جنب السيسي كنت وقفت جنبه وقلت له تعالى امسك رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هيوصل له احساسك ده هيوصل له امسك رئيس الجمهورية بس ترجعك بترجعك تبقى رئيس الجمهورية عشان تحمي أجيالنا وتحمي عفتنا وتحمي مصر أنا شايفاك حتى على مصر على رجلك طبعا جميلة ليه مدفع قلبي بعد عايز الأمان عايز الأمان لبلادنا ولقوة للشباب عاوز تقولي حاجة تاني عايز تقولي حاجة تاني عايز أقول لي ينصره هو وجيشه والشرطة وشعب مصر والجيش والشعب والشعب مصر والجيش والشعب ينصرهم على اللي احنا فيه على بحر الدم يتلم شكرا يا حبيبي